بدأ الاستعداد والتفكير في هذه المشاركة. الهدف الأول، والهدف الأول لصالح الوفاق بعد خروج سيء من الحارس ميناصري. واللاعب مقران يفتتح باب التسجيل. عبد الحكيم رج بكيفية خاطئة هذه الكرة من أمادة بالمليمتر وحده اللاعب مقران عبد الحكيم. وحتى الخروج من ميناصري حمزة لم يكن مفهوم ولم يكن له معنى بما أنه لم يتفوق. هل يتمكن من العودة في النتيجة فيما تبقى من أطوار المرحلة الأولى أم أن الوفاق سيواصل التسيير وسيواصل المحافظة على هذا المكسب بالأضافة الثانية؟ أضافة الثانية وبنفس الكيفية عن طريق أكرم جحنيط. بلدية استوالي هي الإعادة وهي الرأسية بنفس الكيفية وفي نفس الاتجاه. والدفاع طامبانغ وأمادا فليسترجع. هذه كرة أخرى لصالح الوفاق. حمزة يتوامر في صناعة اللعب. حمزة يتوامر والهدف الثالث إن كان هو الهدف الثالث للوفاق، ليس حمزة يتوامر وإنما مقرن عبد الحكيم، ويضيف الثالث لمصلحة فريقه. حدوش زكريا انطلق حدوش ووزع هذه الكرة، كرة الهدف الرابع فعلا، كرة الهدف الرابع من حمزة يتوامر ممن بعد التوزيع من ربيع ميلود. الهدف الثاني الذي يوزعه ربيع ميلود، حمزة يتوامر في المكان المناسب يضيف الرابع للوفاق. يسعد الذي ربما حتى انه استسلم امام ربيع ميلود وترك في انتظار انهم يبقون في الجزائر ويحضرون في الجزائر. وهذا الهدف الخامس للوفاق بتسديده من خارج منطقه العمليات، ولكن الكره مرت عليه ولم يصل عليها، وبالتالي خماسيه في شباك الحارس ميناصري بخماسيه مقابله